قلتولها قلت السلام عليكم. كنتواجدوا اليوم افتتاح مطعم لبونكوا، مطعم من ارقى المطاعم مدينة محمدية. معنا احد الزوار اللي غيتحدث لنا على المطعم وكيفاش. اول شيء السلام عليكم وتحيه للطاقم التقني ديال قناه محمدية بريس. احنا اليوم في ضيافه الاخ كريم، الافتتاح ديال هذا المشروع، هذه المبادره هذه اللي هي ناقصانا داخل مدينه محمدية، وحنا معاه يعني اليوم في الافتتاح ديالو. جينا شفنا يعني الموني ديالو، لقيناه يعني في المستوى، اتمينا في المستوى، نتمناو ليه التوفيق، وكننصح يعني جميع ساكنه مدينه محمدية انهم يجيو ويجربوا يعني يجربوا المأكولات اللي كتواجد هنايا، وكما كنقولوا ان شاء الله نتمنى ان هذا الشيء اللي كاين هنا يعجبهم. ده بالنسبه للموقع، هو واحد الموقع استراتيجي اللي ممكن تذكرنا به باش يعرفوه المشاهد. جا هو في الملتقى شارع مختار السوسي مع شارع مقاومة، يعني هو واحد المحل، هو واحد المحل يعني في المستوى، حتى الموني ديالو الأثمنة يعني في المستوى ديال ساكنة مدينة محمدية. نتمناو يعني جميع الساكنة يجيو ويجربوا وهما يبقى لهم الحكم، يعني احنا ما أحوجنا لمثل هذه المشاريع وهذه الفضاءات داخل مدينة محمدية. فضاءات اللي كيخلقوا العديد من فرص الشغل بالنسبة للشباب، فكنحيو كاع الناس المقاولين اللي كيقوموا بحال هذه المشاريع. شكرا. إذا خليكم معنا مشاهدينا باش تشوفوا مشاهد من المطعم. إذا مشاهدينا كيف ما كتشوفوا، هذا هو المطعم لو بونكوان اللي جا في شارع المختار السوسي حدا الرومبوان. إذا كيف ما كتشوفوا بالنسبة للديكور هائل. اسم محل هو لو بونكوان. فوالا ها هو المنيو ديالو بالنسبة للناس اللي يبغيو يشوفوه. أثمنة جد مناسبة، يعني كاع الطبقات يقدروا يجيو وياكلوا، يعني أثمنة جد مناسبة صراحة. إذا كيف ما كتشوفوا مشاهدينا، احنا اليوم في افتتاح مطعم لو بونكوان اللي جا في شارع المختار السوسي، بالقرب من في تقاطع شارع المختار السوسي والمقاومة حدا رونبوان. إذا الموقع اللي هو رائع ومعروف، أيضا الأثمنة جد مناسبة، لا ديكوراسيون زوينة، إذا كل شيء مزيان في هذا المطعم. ومعنا أحد أبناء المحمدية اللي حتى هو يعطينا الرأي ديالو في المطعم. السلام عليكم. إحنا اليوم في ضيافة الأخ كريم في المتجر ديالو لو بونكوان. صراحة متجر في المستوى، أثمنة مناسبة، وجا في موقع اللي قريب للكل. الموقع جا شي اعدادية يعقوب منصور، كاين الرون بوان، كاين البنك بي ام سي او في هذاك الصف، بي ام سي اي اللي هنايا، وفاص معها القرد الفلاحي. المحل مزيان كما قلت لك، محل نقي، محل في المستوى المطلوب، اثمنه مناسبه. وكنبغيو نشكرو لانه عرض علينا كما كنقولوا، راه حبينا وشرف لينا. طوقت انا من الاولين. لا داكشي في المستوى المطلوب، داكشي زوين صراحه. اثمنه مناسبه، اثمنه، ما انا جيت وكليت هنا وعجبني الثمن وعجبني الاكل وعجبني العصير، عجبني كل شيء صراحه. كل شيء كاين، كل شيء كاين الحمد لله، كل شيء هنا، كل شيء يجي. مرحبا بكل شيء، لان كما كتشوفي الاثمنه يعني كما كنقولوا اللي عنده واللي ما عندوش، هذا المكان ديال اللي عنده ديال اللي ما عندوش، كل شيء مرحبا به. والاخ كريم راه كيرحب بالجميع، والمحل راه محل الكل، والحمد لله كما راه حبينا، وحنا حسبنا روسنا راه بحال حنا اولاد المحل ماشي برانيين. وشكرا. اذا خليكم معنا مشاهدينا، كيف ما كتشوفوا هذا هو المطعم. غنوريكم الدخله ديالو من القدام باش تعرفوا عليه، وايضا الموقع. اذا المشاهدين كيف ما كتشوفوا، هذا هو الدخله ديال المطعم. كيف ما كتشوفوا هو في شارع المختار السوسي، كاينه بيمسيو هنايا، كديروا شويه كتلقاوه حدا الرومبا ديال الثانويه يعقوب المنصور.
اذا بصراحه شارع اللي معروف وكاع الناس بسرعه غيتعرفوا عليه. نتمنوا انكم تجيو وتشوفوا الاكلات اللي كاينه. اذا كيف ما كتشوفوا مشاهدينا كاع لي بلا متوفرين في مطعم لو بون كوان كيف ما كتشوفوا معنا، كل شيء كاين، كل شيء طريب صراحه. اذا كيف ما كتشوفوا نفس المأكولات اللي كاينه هي اللي كاينه بصح في المنيو، ماشي مثل بعض المطاعم اللي يعني كنشوفوا تصاور ولكن ما كيكونوش لي بلا في المنيو. فكل شيء كاين هنا، نتمنى انكم تجيو وتكتشفوه. مطعم اللي في المستوى، مطعم راقي بديكور زوين باثمنه جد مناسبه لكاع الفئات وكاع الطبقات، فمرحبا بكم. إذا مشاهدينا اكتفوا بهذا القدر، كنا اليوم في افتتاح مطعم راقي جميل بأثمنة جد مناسبة لو بون كوان. نتمنوا أنكم تجيو تزوروه، وما تنساوش دائما تكتبوا لينا في التعاليق الرأي ديالكم اللي تجيو ليه. إذا معنا لو شيف ياك ديال لو بون كوان، إذا اشرح لينا الأطباق اللي عندكم باش الناس يتعرفوا. كل شيء موجود الحمد لله، الساعة البيتزا لي تاكوس لي ساندويتش كلشي موجود الحمد لله هاد الساعة. الجودة ديال الأكل جودة مزيانة، كلشي موجود الحمد لله هاد الساعة، خير موجود. كلمة تبغي تقولها للزوار ديالك؟ كنرحبوا بالناس، مرحبا بهم عندنا في المحل لو بون كوان. السلام عليكم. شكرا. مرحبا، بارك الله فيك. إذا كان معنا لو شيف ديال لو بون كوان اللي عطانا تفاصيل على الأكلات اللي عندهم، وكيقول لكم أنه كلشي بثمن مناسب إن شاء الله. اخر كلمه، اخر كلمه. شكرا شكرا اخي خالد، انقذتنا. شكرا انقذتنا. شكرا شكرا انقذتنا. شي زين، شي مزيان. شنو غنوريك؟ يعني كما كتشوفوا ها انتم كتشوفوا يعني هاد الصور رائعه صراحه اللي غادي تبلور على حقيقة، غتبلور على أرضية الواقع إن شاء الله. نتمنى أنكم كاملين تجيو يعني ساكنة مدينة المحمدية تجيو تحكم، لأن الهدف من هذا المشروع هو إرضاء الزبائن، فهمتيني؟ هذا هو الهدف ديال إرضاء الزبائن. وما تفوتنيش الذكر أنني نشكر يعني الطاقم اللي كيسهر على هذا الفضاء هذا، من 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 طباخين، من نواديل، من يعني حتى المسؤولين، المسير الأخ كريم، يعني جميع الناس كنشكروهم. ونتمناو يعني هذه الفكره هذه انها تعم داخل مدينه المحمديه وكل شيء يلتحق بنا. وشكرا الاخ خالد، راه حنا قلنا لكم البلاصه هي التقاطع ديال شارع مقاومه مع شارع مختار السوسي قدام يعني بي ام سي اللي كاينه كتواجد بشارع مقاومه حدا اليعقوب. التحقوا بنا ومرحبا بكم، هذا محل ديالكم. شكرا. إذا مشاهدينا كنشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.